القادم نتمنى لها التوفيق. متابعينا مشاهدينا الكرام الافاضل، انطلق وعلى بركه الله الشوط الرابع عشر لقعدان الحقايق من ضمن اشواط المفتوح من هنا من على ارضيه هذا الميدان، ميدان جائزه الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. نبدا وياكم في رحله الاربعه كيلومترات، ومع هذا المساء مساء النواميس ومساء الانتصارات. نبدأ وإياكم مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية، من يتقدم وينطلق مع المركز الأول هنا سمو الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني، مع انطلاقة النشمي ومع اندفاع النشمي يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات شعار رشيد بن هادي بن محسن، يتقدم ورشيد بن هادي بن محسن آل عباس مع انطلاقة لهاب ومع اندفاع لهاب على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات، من تسلل إلى المركز الثاني. الوصول من شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة نواف، ومن يتابع لنا نواف ماجد بن حلفان المري والمركز الرابع. أيضا نواف بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة ماجد بن حلفان. المركز الخامس، وصلت هجن سيح السلم مع انطلاقة هملول ومع اندفاع هملول في هذه اللحظات، وفي عملية التضمير سعيد بن محمد بن مروشد يتقدم في هذه اللحظات ليقود عملية التضمير. نعود متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل إلى المركز الأول وإلى حيثما بدأنا مع انطلاقة النشمي واندفاع النشمي مع المركز الأول. سمو الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني يتقدم ويترأس الجموع مع اندفاع النشمي على البداية وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، ثاني التحديات، وصل نواف في هذه اللحظات يتقدم بشعار صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة نواف وماجد بن حلفان في عملية التضمير. من يتابع لنا نواف بخطى ثابتة في هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث، وصل شعار سعود بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي مع انطلاقة الصامل ومع اندفاع الصامل على المركز الثالث. المركز الرابع، وصل شعار سالم بن عبيد بن سالم آل فهيد المري مع انطلاقة جميل ومع اندفاع جميل على المركز الرابع. خامس المراكز، وصل رشيد بن هادي بن محسن يتقدم بن غريغر العباس مع انطلاقة لهاب واندفاع لهاب على المركز الخامس. نعود متابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة وإلى البداية وإلى الكادر العلوي بقيادة نواف، من تجاوز من الجانب الأيمن ليحتل المركز الأول. ينطلق بهذا الشعار، هذا الشعار الممثل لأبناء المملكة، يتقدم شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود نواف، وبقيادة الشرس ماجد بن حلفان المري. ولكن من غير وتجاوز
يتجاوز من الجانب الأيسر ليحتل المركز الأول. جميل في هذه اللحظات، جميل ينطلق مع المركز الأول. سالم بن عبيد بن سالم يتقدم ألف هيد المري مع انطلاقة جميل مع المركز الأول. المركز الثالث الوصول من سعود بن محمد بن بيشان، ومع دقة أجراس الكيلو المتر الأخير الكيلو ما بعد كيلو، شوط الختامين يتجه. انطلق في هذه اللحظات جميل مع المركز الأول، وسالم بن عبيد بن سالم آلف هيدا يتقدم المري. نواف على المركز الثاني بشعار صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة نواف. يا سلام يا سلام، نواف غير من الجانب الأيمن ليحتل المركز الأول، ينطلق بمتابعة ماجد بن حلفان. أيضا الوصول من قبل سعود بن محمد بن فهد بن بيشان، الرزق العجمي قادم. ولكن يا اخواني نواف مع الخمسمائة متر الأخيرة، الله يا نواف على هذا الاندفاع المتميز والأداء الكبير من شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. مع المركز الأول ومع اندفاع نواف، أيضا القدوم والوصول. وصل سعود بن محمد بن فهد بن بيشان قادم مع انطلاقة الصامل. الصامل ونواف، نواف والصامل، والأمتار الأخيرة المئة متر الأخيرة. نواف الصامل صمل في الأمتار الأخيرة ليكون بطل هذا الشوط. النقطة الرابعة لشعار بن بيشان، ختامها مسك في هذا المساء الجميل. تهانينا يا سعود يا بن محمد، تهانينا يا بن بيشان على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز هنا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الثالث شعار رشيد بن هادي بن محسن العباس مع لهاب. المركز الرابع، إذن متابعينا الكرام الأفاضل، نتعرف على باقي المراكز في الإعادة. نعود بالتهنئة والنماسة في هذه اللحظات لسعود بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تهانينا والف مبروك يا مالك الصامل. من انتزع هذا النماسة وهو نماسة شواط الختام للفترة المسائية، التوقيت الزمني 6:47 62 جزء من الثانية. المركز الثاني كان نواف، التوقيت الزمني 6:48 82 جزء من الثانية. المركز الثالث كان شعار رشيد بن هادي بن محسن آل عباس مع لهاب، التوقيت الزمني 6:51 40 جزء من الثانية. المركز الرابع حل جميل سالم بن عبيد بن سالم الفهيد المري. والمركز الخامس هنا حل علي بن عبد الهادي بن علي المري. إذن تهانينا والنماس والف مبروك لمالك الصامل سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. تهانينا يا بن بيشان على هذا الانتصار وهذا الفوز الموفق في هذا المساء. قلبي نعم متعلقة فيها، ساس الفخر ورث النعم.
متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء كما تشاهدون عبر القنوات السعوديه الرياضيه نتائج المراكز الاولى في الفتره المسائيه، كما نهني ونبارك مالك التغريد سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفه خاطف النوماس الشوط الرئيسي للبكار الحقائق مفتوح، وكما نهني ونبارك مالكي شعار نواف بشعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود خاطف الكأس القعدان الحقائق، وكما نهني ونبارك مالك سمو خاطف نوماس كأس البكار الحقائق العام سمو سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمي ورابع الرموز ذهب مع جزيل وصاحب التوقيت الأفضل بشعار بن بيشان والرمز الثاني لبن بيشان سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي ست والتوقيت الأفضل 6:18:25 من الثاني، هكذا التوقيت الأفضل لجزيل سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. تهانينا والنماس لجميع الفائزين، نلتقيكم بإذن الله في يوم الغد.